تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، اختتمت بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة. وشهد اليوم الختامي للبطولة متابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس منظمة الجواد العربي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وحضور كبير من الجماهير ومحبي رياضات جمال الخيل العربية. وتوج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود أصحاب المراكز الأولى لبطولة بطل الأبطال، التي شهدت منافسة مثيرة وجميلة بين الملاك والاسطبلات المشاركة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن حضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود للحفل الختامي يؤكد حرصه على دعم البطولة ومواصلة تنظيمها من الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، مشيرا سموه إلى أن حضور الأمير عبد العزيز بن أحمد أعطى البطولة رونقا رائعا وخرجت بأفضل مستوى تنظيمي. وأوضح سموه أن هذه البطولة توفر البيئة المناسبة للملاك والاسطبلات على المشاركة في البطولات الخاصة بمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة، مبينا سموه أن البطولة تحافظ على التراث البحريني الأصيل، وتؤكد أن المملكة تمتلك ميزة خاصة في الخيول العربية الأصيلة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: إن بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة لجمال الخيل العربية استطاعت أن تحافظ على اسمها منذ انطلاق النسخة الأولى ووصولا إلى النسخة الخامسة، حيث شهدت البطولة تطورا ملحوظا في عملية إنتاجية الخيول العربية الأصيلة من قبل الملاك، مبينا سموه أن مملكة البحرين تؤكد دائما على اسمها ومكانتها العالية على جميع الأصعدة في جانب إنتاج الخيول العربية الأصيلة. وأشاد سموه بالعمل الدؤوب الذي قام به الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وحرصه على إخراج البطولة بأفضل مستوى تنظيمي، مقدما سموه الشكر لكافة رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البطولة، مبينا سموه أن هذا النجاح يعطينا الحافز الكبير لمواصلة دعم الملاك والاسطبلات، وهنأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى في كافة الفئات. هذا وتوج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رئيس منظمة الجواد العربي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لفئة بطل الأبطال، كما تم تكريم حكام البطولة والشركات والمؤسسات الراعية للبطولة. تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وضمن دورة سموه الرمضانية الرابعة للألعاب الرياضية ناصر 11 أقيمت فعاليات رعاة الخيل على هامش بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة، وذلك بقرية القدرة التي استضافت مهرجان مراعي 2018. وشارك في الفعاليات العديد من الملاك والاسطبلات بحضور كبير من الجماهير ومحبي رياضات رعاة الخيل. وقدم الملاك المشاركون لوحة فنية جميلة طوال العروض التي قدموها في رعاة الخيل.
وتنوعت الفعاليات في المهرجان، حيث كان من بينها عروض للخيل العربية الأصيلة والفرق الموسيقية والهجن والسلق. وقدمت اللجنة المنظمة لوحات فنية معبرة ورائعة لرياضات الموروث الشعبي التي تحظى بدعم كبير من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. هذا وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.